إذا كنا محتاجين نمنع هجرة غير شرعية إلى أوروبا، فلابد من عودة الاستقرار للدول التي تعاني من عدم الاستقرار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن منع الهجرة غير الشرعية لأوروبا يتوقف على عودة الاستقرار للدول المصدرة للمهاجرين. خلال اجتماع مجلس الوزراء، مدبولي يؤكد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد بمثابة مشروع القرن 21. أسرى فلسطينيون يضربون عن الطعام في السجون الإسرائيلية احتجاجا على القيود الجديدة. بانوراما نيل، ساعة إخبارية شاملة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة مصر جهودها الحثيثة لمنع الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن منع الهجرة غير الشرعية يجب أن يكون مصحوبا بإعادة الاستقرار للدول. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بالعاصمة المجرية بودابست، شدد الرئيس السيسي على دعم التعاون الثنائي في المجر في مختلف المجالات. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، اسمح لي دولة رئيس الوزراء المجري وصديقي العزيز فيكتور أوربان أن أنا أعرب لك عن تقديري واحترامي الشديد لك وللشعب المجري، وأيضا على المبادرة في دعوتنا للمرة الثانية لقمة فيشغراد والمباحثات الثنائية الإيجابية التي دائما ما تكون مباحثات طيبة ومثمرة في كافة المجالات. وأنا اسمحوا لي أقول لكم هنا أن أنا ليا تقدير كبير قوي لفخامة رئيس الوزراء على رؤيته وعلى قدرته على إدارة وتفهم الأمور سواء في المنطقة أو حتى في منطقة المتوسط، وبسجل احترامي وبسجل تقديري أيضا ليه على دعمه المتواصل لمصر واللي بدأ مبكر قوي منذ سنوات، وثقته في ان مصر ستتغلب على الظروف الصعبة اللي مرت بيها في 2011 و12 و13 وبقت في واقع افضل دلوقتي في المجالات المختلفة. احنا اتفقنا دائما او بنتفق دائما مع في كل لقاء بنلتقي بيه على ان احنا نتحرك للامام في تعاوننا في المجالات المختلفة، واقدر اقول النهارده ان احنا اتفقنا على ان احنا نعمل قوه دفع كبيره للتعاون في مجالات الزراعه زي ما فخامه رئيس الوزراء ذكر، وايضا في مجال السياحه ومجالات الصناعات المختلفه الاخرى، ونستفيد في مصر بالخبرات وبالقدرات التكنولوجيه اللي موجوده لدى اصدقائنا في المجر، وده امر احنا نقدره. وانا بقول لفخامه الرئيس احنا محتاجين ومحتاجين هذا التعاون فيما بيننا. كمان تحدثنا يمكن على قضايا زي انا تحدثت فيها بالامس يعني عن موضوع الهجره غير الشرعيه والهجرات اللي مصر بتقوم بيها لمنع خروج اي قارب او اي هجره غير شرعيه عبر الحدود المصريه، وبقول ان احنا بكرر الكلام اللي قلته امبارح تاني بكرره، اذا كنا محتاجين نمنع هجرة غير شرعية إلى أوروبا، فلابد من عودة الاستقرار للدول التي تعاني من عدم الاستقرار واللي بتتم يعني استخدام منافذها البحرية أو شواطئها في العبور إلى أوروبا بشكل أو بآخر. والبعد ده مش بس عشان أمن أوروبا، ولكن أيضا هو أنا أتصور أنه هو بعد زي ما بقول كده إنساني وأخلاقي، أن نحن ما نسمحش أن الناس تترمي في البحر بشكل او باخر يعني. فاللي في مصر اللي بيحصل ده والانجازات اللي فخامه رئيس الوزراء اتكلم عنها، هبقى سعيد قوي لما تزور مصر وترى ده بنفسك عند افتتاح العاصمه الجديده في مصر، لان ده هيبقى اعلان للجمهوريه الجديده في مصر اللي بعد فتره صعبه مرت على مصر خلال السنين اللي فاتت.
أنا مرة تانية بشكر فخامة رئيس الوزراء على الدعوة، وبشكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وبشكره أيضا على تفهمه لقضايا المنطقة وأسلوب التعامل معها، وأيضا قوة الدفع اللي تحققت النهاردة من خلال الاتفاق على دفع التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، من سواء كان مجالات اقتصادية أو تصنيعية أو حتى أمنية. فأنا مرة تانية بشكر فخامتك، وهو ده دايما القائد العظيم الحقيقة اللي أنا قابلته، ببقى سعيد دايما في بمقابلته والحديث معه في كافة الموضوعات. مرة تانية أنا بشكرك فخامة دولة رئيس الوزراء، وبهني الشعب المجري على قيادتك لي، واتمنى لك كل توفيق. شكرا جزيلا. Elnök úr, miniszterelnök úr, köszönöm szépen. Sajtótájékoztatunk véget ért. من جانبه أشاد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر والمجر، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على جميع المستويات، لا سيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط وإفريقيا. وضع رئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور بالنصب التذكاري بميدان الأبطال بالعاصمة المجرية بودابست. كما عقد السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان. اختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للعاصمة المجرية بودابست بزيارة ميدان الأبطال بالعاصمة بودابست، ووضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول. Thank you.
أعقبها استقبل سيادته السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر والسيد بيتر سيارتو وزير خارجية المجر بمقر رئاسة الوزراء. والمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، بعد التحية، يعني برأيك سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والمجر فضلا عن التعاون والتنسيق أيضا على الصعيدين الدولي والإقليمية؟ يمكنني القول أنه زيارة السيد الرئيس المجر خلال الأيام الثلاثة الماضية سواء على صعيد العلاقات المصرية المجرية الثنائية أو على صعيد التواصل والتنسيق والتشاور والتعاون مع دول مجموعة G4 G4 مجموعة G7، أعتقد أنه حضرتك المحصلة النهائية محصلة إيجابية وبتعزز من موقع ودور مصر في إقليمها في محيطها الجغرافي، وتعزز من العلاقات ليس فقط العلاقات بين الدول الأربعة وإنما العلاقات المصرية الأوروبية. في سياق الحديث عن الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية، أعتقد أنه المباحثات التي أجراها السيد الرئيس اليوم في القمة المصرية المجرية غطت كل مجالات التعاون، أهم مجالات التعاون. سعادة السفير، يعني أهم وأبرز ما توقفت عنده في كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر الصحفي. المؤتمر الصحفي حضرتك، السيد الرئيس أشاد مكانة العلاقات مع المجر، وسيادته قال إن هذا تجسد في اللقاءات المتعددة بين قيادات البلدين، وأكد سيادته على استمرار التنسيق والتشاور السياسي بين مصر والمجر مع العمل على تعظيم التعاون الاقتصادي مع دول مجموعة بيشراك في قطاعات محددة ومنها قطاع السياحة. وأكد السيد الرئيس أن كان في تماثل، وده التعبير اللي استخدمه السيد الرئيس، كان هناك تماثل في الرؤى بين مصر ودول مجموعة الاشتراك حول عدد من المسائل الدولية والإقليمية. وأعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر إلى البناء على هذا التماثل لإيجاد تحرك مشترك في مجالات أمن الطاقة والأمن الإقليمي. بالمقابل، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أشاد بالدور الذي وصفه بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في إطار العمل مع المجتمع الدولي لأجل إيجاد حلول سياسية للعديد من القضايا. صحيح. إذا قضايا عدة تم التطرق إليها في هذه الزيارة الهامة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر. أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق على هذه المداخلة معنا. وللمتابعة أيضا ينضم إلينا الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي في الشأن الدولي. سيد رائف، بعد تحية، القمة تناولت عددا من الموضوعات على رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط ومواصلة جهودها الحثيثة لمنع الهجرة غير الشرعية. قراءتك للملفات والموضوعات محل النقاش والاهتمام المشترك. تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالفعل، ملفات
ملفات مهمة جدا كانت موجودة في بودابست، وبالحقيقة ان السيد الرئيس طرح عدة ملفات على رأسها الهجرة غير شرعية وكيفية التصدي لها، وبالتالي مصر طبعا مشكلة، وأيضا طبعا حلول الجذرية للتخلص من هذا العبء الذي تكون عبر العقد الماضي نتاج الصراع القائم في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي السيد الرئيس اليوم رهن التخلص من هذا الملف بإيجاد حلول واقعية لكافة القضايا في منطقة الشرق الأوسط، وهذا في الحقيقة أمر واقعي للغاية، والقيادة السياسية المصرية تريد أن تحمل المجتمع الدولي والمجتمع الأوروبي مسؤوليته في المساهمة الفعالة لإيجاد حلول سياسية للقضايا في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في شمال يعني أفريقيا والدول المطلة على البحر المتوسط والتي تصدر العديد من اللاجئين. طبعا مصر لديها تجربة رائعة في التصدي يعني الهجرة غير شرعية، ومنذ 2016 لم يخرج أي من يعني القوارب الخاصة بالهجرة الغير شرعية، وهذا محل تقدير من الجانب الأوروبي بشكل عام، وبالطبع محل تقدير من الجانب المجري ودول الانفجار. وأعتقد أن أيضا السيد الرئيس بالأمس حينما تحدث عن نفس الملف ورهنه أيضا في فكرة حقوق الإنسان، وأن هذه ملايين من البشر تم إهدار حقوقهم الحقيقية في الحصول على حياة وعلى الاستقرار في الحياة، هذا أيضا يجسد الواقع وحديث منظور مواطن عربي وأفريقي يتعرض للكثير من المآسي نتاج هذا الصراع الدولي. نعم، أشكرك جزيل الشكر ونعتذر عن ضيق الوقت الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي في الشأن الدولي. أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة مصر ودول تجمع فيشغراد، كما أثنى مدبولي على تأكيد الرئيس حرص مصر على السعي لتوطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها ولكن أيضا للتصدير إلى القارة الإفريقية. في سياق آخر، لفت رئيس الوزراء إلى أنه استعرض عناصر المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصرية مع عدد من شركاء التنمية، مشيرا أنها تعد بمثابة مشروع القرن 21 وأهم ما تم تنفيذه في مصر منذ أكثر من نصف قرن. وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مستجدات الوضع الحالي لمعادلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وجهود تلقي المواطنين للقاحات. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي العدل والتربية والتعليم بشأن الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها بنك المعرفة المصرية. يهدف البروتوكول إلى الاستفادة من الخدمة التعليمية وورش العمل والتدريب والتطوير والوصول إلى المحتوى وتبادل الخبرة والمعرفة والتي تم الحصول عليها من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلا عن تطوير المعرفة في مجال التعليم والنشر للارتقاء بمستوى البحث العلمي. بدأت مجموعة من السجناء الفلسطينيين إضرابا فوريا عن الطعام احتجاجا على القيود الجديدة التي فرضتها سلطات السجون الإسرائيلية. وقال قدور فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني إن الإضراب يأتي بعد نقل سلطات السجون الإسرائيلية بالقوة جميع أعضاء حركة الجهاد الإسلامي في عدة سجون إلى غرف مخصصة، وسيجرى الإضراب عن الطعام في العديد من مرافق الاحتجاز الإسرائيلية ويقوده أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي التي ينتمي إليها 5 من 6 فلسطينيين سجناء تم القبض عليهم إثر محاولة هروبهم عبر نفق من سجن إسرائيلي شديد الحراسة الشهر الماضي. اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، ودخل المستوطنون باحات المسجد على شكل مجموعات من باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في الجزء الشرقي منهم. وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء على بعضهم.
اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين من بينهم 3 أسرى محررين في محافظات الضفة الغربية المحتلة. وقال مصدر أمني في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية أنه تم اعتقال 4 فلسطينيين وأصيب شاب بالرصاص في ساقه خلال مواجهات قرب بلدة عزون قبل أن تعتقله قوات الاحتلال وتقتاده إلى جهة مجهولة. وفي الخليل جنوبا دهمت قوة الاحتلال عددا من المنازل في البلدة واعتقلت الأسير المحرر عيسى إبراهيم أحمد، كما اعتقلت الشاب صالح الجعبري وهو أسير محرر كان أمضى حكما بالسجن مدته 14 عاما وأفرج عنه في 3 يونيو الماضي. تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيط تقريرا من السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد ورئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في العراق عن تقييم البعثة لسير العملية الانتخابية هناك. وخلال اللقاء أعرب أبو الغيط عن تهنئته للعراقيين بإجراء الانتخابات النيابية في أمان ودون إشكالات، مشيدا بالأجواء التي جرت فيها العملية الانتخابية تنظيميا وأمنيا. وشدد أبو الغيط تأكيده على أهمية احترام نتائج العملية الانتخابية لأجل استقرار العراق. قالت كبيرة مراقبي الاتحاد الأوروبي فيولا فون في مؤتمر صحفي من بغداد إن الانتخابات البرلمانية في العراق كانت سلمية وهادئة ومنظمة. تقييم مراقبي الاتحاد الأوروبي هو أن التصويت في أيام الانتخابات كان سليماً وهادئاً ومنظماً إلى حد كبير، أثني على العراق وشعبه على هذا السلوك. كان الناخبون قادرين على التعبير بحرية عن إرادتهم، وكان وكلاء الحزب والمواطنون المحليون حاضرين في الأغلبية الشاسعة من مراكز الاقتراع، وتم اتباع إجراءات التصويت. مسار عملية الاقتراع كان إيجابياً بنسبة 95% في مراكز الاقتراع التي زارها مراقبون. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم مقتل أكثر من 108 متمردين حوثيين في الساعات 24 الأخيرة في العبدية على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب مدينة مأرب الاستراتيجية التي يستميت الحوثيون للسيطرة عليها منذ عدة أشهر. يأتي ذلك في حين أفادت مصادر أن التحالف الذي تقوده المملكة ضد الحوثيين في اليمن دمر زورقين ملغمين في جنوب البحر الأحمر استخدمتهما جماعة الحوثيين متحالفة مع إيران. وصل 160 مهاجرا إلى ميناء لامبادوزا الإيطالي على متن 5 قوارب وفقا للمسؤولين بشرطة الحدود الإيطالية. وتعد لامبادوزا جزيرة إيطالية صغيرة تبعد 144 كيلومترا عن تونس. وتشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن أكثر من 85 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر في عام 2021، من بينهم 1274 لقوا حتفهم أو فقدوا. حذرت حكومة طالبان الجديدة مبعوثي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن مواصلة الضغط على الحركة عبر العقوبات سيقوض الأمن وقد يؤدي إلى موجة لاجئين جديدة. وقال وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي للدبلوماسيين الغربيين خلال لقاءات معهم في الأيام الماضية إن إضعاف الحكومة الأفغانية ليس في مصلحة أحد، لأن هذا الأمر يمكن أن يؤثر مباشرة على العالم في مجال الأمن وسوف يؤدي إلى هجرة اقتصادية للفرار من البلاد. وطلب متقي دول العالم بوقف العقوبات والسماح للمصارف بالعمل بشكل طبيعي لكي تتمكن المنظمات الخيرية والحكومة من دفع رواتب موظفيها.
عينت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السفيرة إليزابيث جونز كمبعوثة أمريكية خاصة لشؤون إعادة التوطين في أفغانستان. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السفيرة ستقود جهود إعادة التوطين في أفغانستان بأكملها لتسهيل مغادرة الأفراد من أفغانستان إلى الولايات المتحدة، وستركز على القضايا المعقدة للغاية المتعلقة بجهود تسهيل إعادة التوطين في الولايات المتحدة للأفراد الأفغان. يشار إلى أن جونز شغلت سابقا منصب نائب الممثل الخاص في أفغانستان وباكستان. تعهد قادة دول مجموعة العشرين خلال قمة افتراضية في إيطاليا بتقديم مساعدة إنسانية إلى أفغانستان، في حين وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو للشعب الأفغاني. وأشار رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي إلى تقارب كبير بين أعضاء مجموعة العشرين حول ضرورة مواجهة حالة الطوارئ الإنسانية. وأضاف دراغي أنه سيكون هناك نوع من إشراق طالبان في المساعدة الإنسانية، لأن ذلك ضروري لتوصيل المساعدات لأفغانستان. ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 238 مليون حالة، كما اقترب إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم من 5 ملايين حالة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تأثرا جراء تفشي فيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي الإصابات بها نحو 45 مليون حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس أكثر من 727 ألف حالة. سجلت إفريقيا اليوم 8,417,000 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وأوضحت المراكز الإفريقية أنه تم أيضا تسجيل 215,500 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، فيما بلغ إجمالي المتعافين 7,760,000 شخص منذ بدء الجائحة، كما تم تسجيل نسبة التطعيم 4.3% من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقي جرعة واحدة 6.7% من سكان القارة. شكلت كوريا الجنوبية اليوم لجنة لوضع استراتيجية بشأن كيفية التعايش مع كوفيد-19 على الأمد الطويل، بينما تسعى البلاد للتخلص من قيود فيروس كورونا تدريجيا ومعوضة فتح الاقتصاد وسط زيادة معدل التطعيم. بينما تسعى البلاد للتخلص من قيود فيروس كورونا تدريجيا ومعاودة فتح الاقتصاد وسط زيادة معدل التطعيم، شكلت كوريا الجنوبية لجنة لوضع استراتيجية بشأن كيفية التعايش مع كوفيد-19 على المدى الطويل. وقالت وزارة الصحة إن الحكومة تهدف في ظل هذه الاستراتيجية إلى أن تخفف قيود كورونا للمواطنين الذين يمكنهم إثبات حصولهم على تطعيم كامل من الفيروس، بينما تشجع المرضى دون سن 70 الذين لم تظهر عليهم أعراض أو ظهرت عليهم أعراض طفيفة على تلقي العلاج في المنزل. كما ستركز الحكومة على عدد حالات دخول المستشفى والوفيات وليس الإصابات اليومية، وستدرس عدم نشر عدد حالات الإصابة على أساس يومي. سنحول كوفيد-19 إلى مرض معد تحت السيطرة، وسنعيد المواطنين للحياة الطبيعية الكاملة. إن السياسة الجديدة لن تلغي على الفور الإلزام بوضع الكمامة. وأعلنت الحكومة الشهر الماضي خططا للإسراع بعودة الحياة الطبيعية تدريجيا اعتبارا من نوفمبر، عندما يكون 70% من سكانها البالغ عددهم 52 مليون قد حصلوا على تطعيم كامل. وسجلت كوريا الجنوبية 1,584 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ورصدت إجمالا 335,742 إصابة و2,605 وفيات جراء الفيروس. وفي الصين أفادت اللجنة الوطنية للصحة بأن البر الرئيسي سجل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 12 في اليوم السابق،
وقالت اللجنة إن الإصابات الجديدة ليس بينها أي حالة انتقلت إليها العدوى محليا. رصدت الصين 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض، ارتفاعا من 14 حالة في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة. وسجلت روسيا ارتفاعا قياسيا في الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، وسط زيادة في حالات الإصابة والوفيات دفعت الكرملين إلى مطالبة السلطات بتسريع وتيرة التطعيم. وسجلت مجموعة العمل الحكومية المعنية بمكافحة الفيروس 984 وفاة مرتبطة بكوفيد-19، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة، بالإضافة إلى 28,717 إصابة جديدة. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل. رابطة الجامعات الإسلامية تنظم الملتقى الدولي لمحو الأمية تحت عنوان أثر محو الأمية في نهضة الأمم والشعوب. والآن مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع الزميلة حنان الخولي. إليك حنان. شكرا لك أمل. مشاهدينا أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية وأهم ما فيها: تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية ورأس مالها السوقي يربح 1.2 مليار جنيه. البداية مع العنوان الرئيس والبورصة المصرية والتي تبين أداء مؤشراتها في ختام تعاملات الأربعاء تأثرا بعمليات شراء من المستثمرين المصريين والعرب، قبلتها عمليات بيع من المستثمرين الأجانب. وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.2 مليار جنيه ليصل إلى 708.4 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 5.7 مليار جنيه، بنحو 1.1 مليار جنيه منها تداولات في سوق الأسهم. وارتفع المؤشر الرئيس EGX30 بنسبة 0.90%، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX7 بنسبة 1.21%. شهد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة وشركة زيمنس العالمية لتعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مجالات العمليات الصناعية والتحول الرقمي والتطوير. وبمقتضى البروتوكول يدرس الطرفان إبرام اتفاق بتوريد قطع الغيار اللازمة للهيئة من قبل زيمنس، ومنها إمكانية إبرام عقد صيانة شامل يتضمن توريد معدات وقطع غيار من إنتاج الشركة، وذلك عقب انتهاء فترة الضمان بأسعار تنافسية. كما يتضمن الاتفاق دراسة سبل التطوير والارتقاء بكفاءة منظومة محاور العبور، مثل مشروع تطوير نفق الشهيد أحمد حمدي واحد. شهد وزير المالية محمد معيط توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. وأكد الوزير أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تقديرا للدور الفعال للجهاز المصرفي في بناء الاقتصاد القومي باعتباره محركا رئيسيا لعجلة الانتاج ومساهما محوريا في النهضة الاقتصادية التي تتضافر كل الجهود لتحقيقها. وأوضح الوزير أن هناك تعاونا بناء بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر لتطبيق أحكام القانون بما يتسق مع منظومة الميكنة الشاملة التي تتبناها الدولة. بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع ممثل جامعة فلوريدا الأمريكية ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الدولية المالكة لحقوق الملكية الفكرية لإنتاج شتلات أجود أصناف الفراولة المتميزة عالميا دكتور باتريك هيرسون سبل إنشاء مركز عالمي لإنتاج شتلات الفراولة. قال الوزير إن اللقاء تناول سبل التعاون في توفير أفضل الأصناف من شتلات الفراولة المعتمدة للمزارعين المصريين سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير، وقيام الشركة بالاستثمار في قطاع الزراعة بمصر، وذلك عن طريق إنشاء مشتل نموذجي عالمي إضافة إلى مركز دولي للتميز العلمي.
تنطلق السبت المقبل فعاليات الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور بمحافظة الوادي الجديد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة. من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن تنمية وتطوير قطاع إنتاج التمور في مصر يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث تنفذ الوزارة استراتيجية لتطوير القطاع تستهدف وضع مصر على الخريطة العالمية لإنتاج وتصنيع التمور. عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع 86 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب على المستوى الوزري. استعرض الاجتماع التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية. لاجتماع وزراء الإسكان والتعمير العرب، عقدت أعمال الدورة 86 للمكتب التنفيذي للمجلس بمقر الأمانة العامة للجامعة بمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي مصر والسعودية وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان إلى جانب الإمارات. أما المكتب التنفيذي للمجلس معني بالتحضير الدورة القادمة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والتي ستعقد بإذن الله في العاصمة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية. ناقشنا مواضيع تخص المؤتمرات، مؤتمر الإسكان العربي، وبحيث أن إن شاء الله جمهورية مصر العربية ستستضيف المؤتمر الإسكان العربي لعام 2022، والجزائر 2024. ناقش الاجتماع آخر المستجدات بشأن التحضيرات النهائية بعقد المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية والمقرر عقده بالمملكة الأردنية الهاشمية في ديسمبر 2021. تم طرح التجربة الجزائرية في هذا المجال، وين ذكرنا جميع الإنجازات اللي قامت بها الدولة الجزائرية في هذا المجال، من إنشاء مدن جديدة، تقريبا 5 مدن جديدة الآن هي قيد الإنشاء في الجزائر، مدن جديدة بطاقة استيعاب أكثر من 60,000 مواطن بأقطاب صناعية، عدة أقطاب صناعية في أطراف هذه المدن الجديدة. نحن في دولة السودان بنقول لكل الإخوة يجب أن ندع يدنا فوق بعض، ننبس الفرقة والشتات، وكل من يؤرقل الطريق نحو النماء والاستقرار. تم مناقشة التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكذلك أهم التجارب في الدول العربية حول السكن الاجتماعي. يأتي انعقاد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان العرب في ظل سعي الجامعة العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بما يتوافق مع طموحات المواطن العربي. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، النيل. وصلنا إذن مشاهدينا لنهاية النشرة الاقتصادية، شكرا للمتابعة وعودة مرة أخرى لأمل وبانوراما النيل. أشكرك حنان. نظمت رابطة الجامعات الإسلامية الملتقى الدولي لمحو الأمية والذي جاء تحت عنوان أثر محو الأمية في نهضة وتنمية الأمم والشعوب. يأتي الملتقى في إطار احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي لمحو الأمية، وذلك بمقر مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر. تزامنا مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي لمحو الأمية، عقدت رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ومركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي الملتقى الدولي، والذي جاء بعنوان أثر محو الأمية في نهضة وتنمية الأمم والشعوب. إن الأمة العربية والإسلامية في سبيل مكافحة الأمية وفي سبيل مكافحة الجهل في حاجة إلى التكاتف وفي حاجة إلى التعاون والتشارك بين المتخصصين فيها أفرادا ومؤسسات، وذلك في سبيل وضع خطة عامة وشاملة تضع مبادئ وأهدافا وآليات إجمالية يصلح تنفيذها في سائر البلاد العربية والإسلامية. ندعو المؤسسات الحكومية والمؤسسات القطاع المدني ومؤسسات الدولية أيضا
أن تقف وقفة متأنية هادفة مخلصة إلى محو هذه الأمية حتى تتقدم البلاد وتزدهر اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ودينيا. نهضة الدول العربية والإسلامية من خلال شعب متعلم ذو وعي وثقافة مع استخدام التقنيات الحديثة في محو أمية الشعوب لتحقيق التنمية المستدامة في التعليم كانت من أهم أهداف الملتقى. محو الأمية مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، إنه الشريعة الإسلامية من 14 قرن تنبهت إلى ضرورة أن يتسلح الفرد بالقراءة والكتابة وكل وسائل المعرفة. من منا لا يعرف قيمة محو الأمية، لكن الذي نحتاجه بالفعل إحصاءات دقيقة وتقييم للجهود التي بذلت في هذا المجال والتعريف بالسلبيات والإيجابيات. نريد أن يكون المؤتمر عمليا يقتحم هذه المشكلة من جانبها الواقعي الفعلي والعملي. محاور عدة ناقشها الملتقى حول أسباب وأهداف الأمية ودور مؤسسات التعليم في القضاء عليها والتصدي لها والتجارب الدولية في مواجهة الأمية ووضع التعليم على أولويات التنمية في تلك الدول. الأمية آفة الأوطان، ولا تتحقق أهداف التنمية ونهضتها في الشعوب إلا من خلال رؤية وأهداف محددة لرفع الوعي العام كضامن أساسي لبناء الشخصية. من داخل الرابطة الجامعات الإسلامية بجامعة الأزهر، عبد الحميد صقر، النيل. بانوراما النيل متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل. إعصار كومباس يضرب هونغ كونغ ويعلق كافة الخدمات الحكومية. والآن مع أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة، ومن جديد عودة في مدينة هونغ كونغ الصينية. أدى إعصار كومباسو إلى تأجيل الدراسة وإغلاق المحال وتعليق كافة الخدمات الحكومية في البلاد. دفعت العاصفة المدارية كومباسو هونغ كونغ إلى رفع ثالث أعلى تحذير في المنطقة، وذلك بعد أن تسببت في إيقاف حركة التداول في بورصة هونغ وتعليق الدراسة والخدمات الحكومية في البلاد. من جانبه ذكر مرصد هونغ كونغ أن الأمطار الغزيرة التي جلبها الإعصار كومباسو يمكن أن تؤدي إلى فيضانات في المناطق المنخفضة، وحث السكان على اتخاذ الاحتياطات. وجاء في تقرير مرصد أن الرياح المستمرة تهب بسرعة 83 كيلومترا في الساعة، أي 51 ميلا في الساعة، ومن المتوقع أن تضعف الرياح تدريجيا على الرغم من أن تحذير العواصف لا يزال ساري المفعول. ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة عبر الجزء الشمالي من بحر الصين الجنوبي جنوب هونغ كونغ نحو مقاطعة هاينان الجنوبية في الصين، ومن ثم تصل إلى اليابسة في شمال فيتنام. كان إعصار كومباسو الاستوائي قد تسبب في وقت سابق في انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة في شمال الفلبين، كما تسبب في مصرع وإصابة عشرات الأشخاص وقطع خدمات الكهرباء والمياه والقضاء على المحاصيل والبنى التحتية. وفي ختام جولتنا الإخبارية إلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة في العواصم العالمية.
ختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. إذا كنا محتاجين نمنع هجرة غير شرعية إلى أوروبا فلابد من عودة الاستقرار للدول التي تعاني من عدم الاستقرار. الرئيس السيسي يؤكد أن منع الهجرة غير الشرعية لأوروبا يتوقف على عودة الاستقرار للدول المصدرة للمهاجرين. خلال اجتماع مجلس الوزراء مدبول يؤكد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد بمثابة مشروع القرن 21. أسرى فلسطينيون يضربون عن الطعام في السجون الإسرائيلية احتجاجا على القيود الجديدة. نهاية بندرة مانيلا، تقبلوا تحياتي وإلى لقاء جديد.